إذا أقسم إنسان ألا يفعل شيئا ثم فعله، ثم أقسم ألا يفعله ثانية ثم فعله وربما ثالثة، فما الحكم؟ هل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ إذا كرر الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد المحلوف عليه شيء واحد قبل أن يكفر فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع، أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية. إذا كرر الأيمان على شيء واحد بعد التكفير فإن الكفارة تتكرر أيضا تتجدد. نعم إيه نعم تتجدد، أما إذا كررها قبل التكفير على شيء واحد فإنه تكفيه كفارة واحدة. نعم.